ان شاء الله. مساء الفل عليكم وعلى كل جمهور الاهلي من الثالثه شمال. الحقيقه كلنا سعداء جدا جدا ومبسوطين باللي بيقدمه النادي الاهلي في الفتره، مكسب ورا مكسب في الفتره الاخيره، وقادرين نقف على رجلينا ضد اي صعوبه بنقابلها، قادرين طول الوقت نثبت اننا فوق وهنفضل طول عمرنا فوق بعيد جدا وفي حته تانيه خالص عن كل اللي حوالينا.